كل شيء رخيص وانا اخوك هنا. آية كل شيء رخيص. ما شاء الله تبارك الله، جالك قبول هنا في اي جامعة في اي مدينة؟ الله يوفقك ان شاء الله. شجرهم غريب صح؟ كرم، حنا اذا بغيت بضاعة من هنا يا طول عمر حنا نوفرها لك. اي نعم متعاونين الاهلاء. وين؟ في اي مكان؟ في ووهان. ووهان تكنولوجيا، ووهان تكنولوجي. اي نعم يا كرم، اي نعم. آية في أي مدينة؟ تايوان. ما هي بعيدة من غوانزو، ما هي بعيدة من المدينة هذه. اي قريبة من هنا، مدينة كويسة ممتازة. الله يوفقك ان شاء الله. منحة منحة ولا على حسابك ولا منحة جزئية؟ اسمعوا يا اللي قلت لكم منح، في منح في الصين. منحة يا آية. الله يحييك ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك ان شاء الله. اللي دائما يسألني على المنح، في منح كاملة في منح جزئية. أختنا آية ما شاء الله يعني جالها قبول منحة. السكن يعطونك راتب شهري علشان الشباب يستفيدون. طيب يعطونك راتب شهري؟ لأني أنا أعرف عراقيين هنا يعطونهم ما شاء الله رواتب شهرية حوالي تقريبا 2000 ريال سعودي، بما يعادل 1000 ريال سعودي. 2 4 6 يعني تقريبا 300 دولار شهريا. أيوة السنة الأولى لغة وأربع سنوات تخصص. إيش اخترتي من تخصص؟ التخصص ايش اخترتي في الجامعة؟ والسكن برضو على حساب على في الجامعة صح؟ اي ما شاء الله تبارك الله. كم اعطوك راتب؟ كم باليوان؟ ترى الصين أمان يعني ما تخافين، الصين أمان بالمرة. الصين أمان وجميلة جدا. طيب تقدرين تحولين بعدين، بعد ما تاخذين اللغه. بس انا اقول لك شوفي، اذا تبغين تطلعين من اول سنه وانت بلبل صيني
لازم تتعرفين على الصينيات، لازم تتعرفين على الصينيات، تتحدثين معهم على طول، لازم لا تجلسين مع العرب وتجلسين تسولفين. بحكم التجربة يا أختي، بحكم